صراحي يا صراحي، انا بحبك يا صراحي، دلاليني يا صراحي، انا بحبك يا صراحي. على غفلة كده ومن غير أي مقدمات ممكن نلاقي الفراخ بتاعتنا قطعت بيض، وده له أسباب لازم نتجنبها. تابعوا معانا على قناة طيور فوق السطح. أول الأسباب، وهي أسباب طبيعية لقطع البيض عند الدجاج البلدي، إنه بيبقى في مرحلة تغيير الريش، ودي اسمها مرحلة القلش عند الدجاج، ودي بتبقى طبيعية ومتوقعة وبتحصل كل سنة مرة لفترة أسبوعين لأربع أسابيع. ممكن نخلي الفترة ما تعديش الأسبوعين لو اهتمينا بالأكل والشرب النظيف والمغذي للفراخ في الفترة دي، ويتخطوا مرحلة القلش بسرعة. تاني سبب ممكن يخلي الفراخ تقطع، عدم وجود ديك في العشة أو مكان التربية، لأن الديك بيساعد على نشاط الفرخة وزيادة الإنتاج بتاعها، فلازم يكون في ديك واحد على الأقل بين كل 20 فرخة عشان يساعدهم على زيادة الإنتاج. واهم الاسباب اللي بتقطع البيض عند الفراخ هو تلوث المكان او الاكل، او تلوث الايد اللي بتقدم لهم الاكل. لازم نراعي خصوصا في ايام الوباء الاخيره اننا نعقم ايدينا ونعقم مكان التربيه، لان الفراخ حساسه جدا ضد اي نوع من الفيروسات. طبعا مش بنقول انهم ممكن يتصابوا باي فيروس، لكن الحذر والنظافه عموما مطلوبين وفي اي وقت. ومن الأعراض اللي بتظهر على الدجاجة واللي بتنبأ بانقطاع البيض هو مرض انقلاب الرحم، وهو عبارة عن انقلاب كيس البيض داخل الدجاجة وخروج البيضة منه بالمقلوب، وده مرض ليه علاج هنتكلم عنه في فيديوهات جاية تانية. ومن الأسباب المهمة والمتكررة لقطع بيض الدجاجة إننا بنلاقي الدجاجة مرة واحدة كده منتفخة من الخلف من عند البطن، وده اسمه كيس ميل. يلا على الجنة.